ازيكم؟ عاملين ايه؟ وحشتوني جدا. رجعت لكم بفيديو جديد. لو لسه اول مرة بتشوفي القناة بتاعتي، انزلي اشتركي فيها، وما تنسيش اهم حاجة تفعلي زر الجرس عشان يوصلك اشعار بكل جديد انا بنزله. فيديو النهاردة بتاعنا، انا تعبانة جدا، سوق العفاريت بدأت تعمل شغلها، انا تعبانة، واللمبة كمان قامت بشغلها، عمالة ترعش وكده، مش عارفة مالها، تعبانة جدا، عندي اللوز. ف والله العظيم بصور لكم وانا فاصله خالص. فيديو النهارده بتاعنا عن ازاي نحافظ على شعرنا في الشتاء، بالذات ان الشعر في الشتاء بيجف جدا وبيقع كتير جدا من كتر الجفاف، وبيحصل له كده حاله كانه مش حي، كانه ميت، يعني البصيلات ذات نفسها بتتغير، مظهر الشعر ما بقاش لامع وصحي، لا بيبقى مطفي، وبنزهق جدا من شعرنا في الشتاء، لدرجة ان في بنات كتير شعرها طويل بتيجي عليها الصيف تقوم قصاه على طول لانها زهقت من مظهره في الشتاء. فاحنا النهاردة هنقول ازاي نحافظ على شعرنا في الشتاء من الجفاف، ونخليه رطب، ونخليه مظهره صحي وشكله احسن بكذا حاجة، طبعا مش بحاجة واحدة زي ما احنا متعودين، هنعمل اكتر الحاجات الممكنة عشان نحافظ على شعرنا بالذات في الفترة دي. طبعا احنا هنعمل الحاجات دي على طول، بس احنا بنقول بالذات في فترة الشتاء. طيب، اول حاجة خالص الشعر بيحتاجها هي التغذية. لازم اول حاجة ناكل كويس ونشرب كويس، نشرب مية كتير جدا، ناكل اكل صحي. اكل صحي اللي هو ايه؟ يعني كبدة، بيض، فراخ، لحمة، خضار، فواكه، حبوب اللي هي اللوبيا والحاجات دي كلها، الأكل اللي هو الطبيعي. نقلل شوية من الشيبسي، نقلل شوية من الحاجة حلوة، طبعا نقلل بس مش هنمنعها، بس هنقلل منها على قد ما نقدر، هنقلل منها لأن الحاجات دي زي ما هي بتسلينا كده وبناكل وبنفرحين واحنا بناكل، بتدخلنا أول حاجة. تاني حاجة ان هي مضرة جدا وبتدينا سعرات حرارية على الفاضي. طيب، اول حاجة غذينا كده من جوه. تاني حاجة طبعا لو انت بتاخدي فيتامينز فتواظبي عليها. نيجي بقى للروتين بتاع شعرنا، هنعمل ايه؟ مع اني عملت لكم روتينات كتير جدا ووصفات كتير جدا للشعر والبشرة وكده، بس انا هرجع اعيد معاكم تاني، نراجع مع بعض كده، واللي مش واخد باله من حاجة ياخد باله منها. هنعمل ايه؟ هنرطب شعرنا. الشعر شبه البشرة بالظبط، تقدري تسيبي بشرتك من غير ترطيب؟ نعدل بس الكام عشان هي بتطلع فوق مني، موضوع بيوسع مني اوي كده، مظبوطة شوية بس كده. تقدري تقعدي بشرتك من غير ترطيب؟ لا طبعا، هتقولي لا بشرتي هتجف وهتشقق ويظهر لها خطوط و زي بالظبط الشعر. لو انت قعدتيه من غير ترطيب هيجف زي كده، انا سايباه من غير ترطيب لاني هغسله هغسله واعمل له حمام زيت وكده. فلو انت قعدتيه كده زي ما انت شايفه هيجف، وكمان انا شعري بويس مش صبغه، فبيتقسم كده عده انقسامات، يعني لازم ترطبيه. يا اما لو انت ما رطبتهوش لما تيجي وانتي يعني وانتي بتسرحيه هيقع منك كمية شعر وهيبقى واقف كده، اللي هو ايه ده؟ ايه الشعر ده؟ شعر متكهرب بجد، بيبقى متكهرب متكهرب فظيع جدا، بيبقى عامل الاتجاه ده. شايفين عامل ازاي عشان جاف؟ شايفين؟ انا عايزة بس اوريكم، مش هيبان كده، هيبان كده عشان ورايا خلفية اهو. شايفين الشعر منقسم ازاي؟ طبعا ده عايز يتقص وكمان مش مترتب. الترطيب بيخلي الشعر ما ينقسمش كده وما يقعش كتير وما يبقاش فيه كل العك والحاجات اللي انا عماله اقولها دي نرطبه. عندك انواع الترطيب على حسب انت عامله بروتين، على حسب انت مثلا شعرك جاف، على حسب انت شعرك دهني، بس احنا عموما كلنا، انا فروتي دهنيه شعري جاف، كلنا كده في الشتاء بيبقوا جاف، فاحنا نرطبه. عندك كريم بالمرز، كلمتك عنه قبل كده، قلتلك فوائده تحفه جدا، بينيم الشعر وبيرطبه كويس جدا، هو فيتامين دي. عندك اي سيروم انت بتحبيه بتفضليه بترتاحي عليه كده، حاجه تانية. تاني حاجه من العوامل المهمه اللي بتخلينا نحافظ على شعرنا في الشتاء هو البلسم. البلسم ده حاجه كده سحر للشعر،
انا ما كنتش حاسه باهميته غير لما قطعت البلسم. جيت حبه فتره كنا انا وماما بننسى نجيب، نروح مثلا المنشيه وما يجيش في بالنا ان احنا نجيب. المهم قعدنا 3 اسابيع من غير بلسم، الشعر كان جاف بطريقه، شعري وقع بكميات كبيره جدا لان مفيش حاجه ترطبه. البلسم بيرطب الشعر وبيحافظ على ترطيبه من 3 ل4 ايام لحد ما تغسليه المره الجايه. بصراحه خرافه، في الشتاء ما ينفعش تقطعي البلسم من شعرك. تعالوا بقى حاجه تانية برضو مهمه جدا 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 جدا، الحمام الكريم. حمام الكريم ليه تاثير فظيع جدا في الحفاظ برضو على رطوبة الشعر، على نعومة الشعر، على سلاسة الشعر، انه مش يتشابك بسرعة. هقولك على حاجة، لما انت بتسيبي شعرك بالاسبوع بالاسبوعين وتيجي تسرحي بتحسي انه مجلد، انه مش عارفة تسلكيه. حمام الكريم بقى مفعوله بيفضل 5 ايام بعد ما تغسلي شعرك، ما يخليش الشعر يجلد، لو زدتي عن كده بيجلد. يبقى ايه سبب التجليد ده؟ ان مفيش ترطيب. لو انت بترطبي شعرك ومنتظمه على مواعيد غسل الشعر مش هيجلد منك ولا هيقصف منك ولا هيكسر منك ولا اي حاجه من الحاجات اللي احنا بنقول عليها دي. فانسب حاجه ليكي ان انت تستخدمي اول حاجه زي ما قلنا ترطيب الشعر، تاني حاجه البلسم، تالت حاجه حمام الكريم. نيجي بقى على حاجه مهمه جدا خالص، حمام الزيت اللي معظمكم بيستهتر بيه ويقول مش مهم. حمام الزيت من الحاجات اللي انا عن نفسي من ساعه ما جربته ما قدرتش استغنى خالص، بامانه 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 ما عرفت استغنى عن حمام. كنت مفكره صرصور، بامانه كنت مفكره ان هو زيكم برضو عادي، وايه حمام زيت وهيفيد شعري بايه ومش عارفه من الكلام ده كله. لا، من ساعه ما جربته حرفيا وانا مش قادره ابعد عنه، حاسه بترطيب في شعري، حاسه بتغذيه، حاسه بتقويه في شعري. انا شعري خفيف جدا من تحت، بصوا ما تتخيلوش الحبه دول. كل ده كده مبني على خفيه. لو جبنا كده حبه الحبه يعني، بصوا مش باقي من النص ده غير الحته دي، لو جبنا الحبه دول مش شايفين النص ده عامل، شايفينه قد ايه؟ طبعا بسبب الصبغه وكده، بس حمام الزيت بيحافظ لي عليهم، بيحافظ لي على الترطيب بتاع المنطقه دي، بيحافظ لي على ترطيب شعري وشكل شعري وجمال شعري. فحمام الزيت برضو من النقاط المهمه جدا اللي انت مش واخده بالك منها. نيجي بقى على نقطة تانية أهم من دول كلهم، ودي سبب المشاكل اللي بتحصل لنا في الشتاء، الشامبو. شامبو بنات بتسترخص تجيب أي نوع شامبو مش مضمون، تجيب من الصيد من من المحل اللي هي الباكيتات دي، مش عارفة تجيب منين، مش لاقية شامبو فتغسل معرفش بصابون سائل ولا صابونة ريحة ولا ايه وتكحرت شعرها. يا جماعة الشامبو او الحاجات دي من اكتر الحاجات اللي ممكن تتسبب في جفاف الشعر لو مش مناسبة لشعرك. لازم تجيبي اي حاجة مناسبة لشعرك، سواء شامبو سواء بلسم سواء حمام كريم سواء حمام زيت، لان في انواع شعر منخفض المسامية وفي انواع شعر مرتفع المسامية. انا شعري منخفض المسامية يعني عايز زيوت خفيفة. انا حاليا بستخدم زيوت تقيلة، بس مش بستخدمها على شعري، بستخدمها على الفروة وبستخدمها على الاطراف. انما لو حبيت استخدم حاجة على شعري يبقى استخدم زيوت خفيفة، ومن اخف الزيوت على قلبي ومن احسن الزيوت اللي ممكن تستخدميها في حياتك كلها هو زيت جوز الهند. زيت جوز الهند انا الفترة الجاية باذن الله هنتظم عليه عشان عايزة اشوف نتيجة زيت جوز الهند لوحده تبقى عاملة ازاي معايا انا. هو يعني خفيف ومش بيضر، ولو حطيتيه على الفروه مباشره لوحده من غير ما تخلطيه باي زيت مفيد جدا وللاطراف، وبيطول الشعر كمان بيقولوا، بيكثف الشعر وبينعم الشعر وبيدي فوائد كتير للشعر. فانا عايزه الايام اللي جايه دي استخدم زيت جوز الهند كده لوحده يعني بدون اي حاجه جنبه عشان نشوف النتيجه بتاعته. فاحنا كده خلصنا كل المواضيع عن الشعر في فيديو واحد. دي الاسرار اللي هتحافظ على شعرك فعلا في الشتاء. هتقولي لي يمين، هتقولي لي شمال، هتقولي لي ما بعملش كده مش قادره اعمل كده، هي دي الاسرار فعلا اللي هتقل شعرك. وهنستخدم الشتاء بدل ما الشتاء يبوظ لنا شعرنا، لا هنستخدم الشتاء ان هو يطول لنا شعرنا وشعرنا يبقى طويل في الشتاء. تمام،
ده كده كان الفيديو بتاعنا النهاردة عن الشعر، وطبعا كل بنوتة بتحب شعرها، فكل بنوتة بتستفاد بالفيديوهات اللي من النوعية دي. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، متنسوش اهم حاجة تعملولي لايك للفيديو ده واشتراك للقناة لو انتي لسه ما اشتركتيش، واستنوني في الفيديو الجاي. احلى مسا.